كده. المفروض نتكلم عن الطواف، لكن الحقيقة عايزين نتطرق للأضحية وفضل يوم عرفة، على اعتبار يعني انه نحن نعيش الساعات الأخيرة من الحج يعني. فلو لو اتكلمنا عن حكم الأضحية فضيلة الدكتور مجدي، تقول لنا نعم، فيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الأضحية طبعا احنا زي ما قلنا قبل كده انها شرعت وهي سنة الأقدمين من لدن سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل امتدادا إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فاحنا لما بنعمل الأضحية بنتشبه بالأنبياء، بأبي الأنبياء وسيدنا إسماعيل إلى الأنبياء جميعا إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وده شيء جميل وإحنا عاوزين نرسخه في نفوس أبنائنا، نعلمهم الشعيرة دي اللي هي الأضحية، ودي حكمها إن هي سنة مؤكدة. سنة مؤكدة. والسنة المؤكدة معناها يعني سيدنا النبي عملها يعني سنة، ومؤكدة يعني كان بيواظب على عملها. فبيقول انه واظب من يوم السنة الثانية الهجرية الى ان انتقل الرفيق الاعلى، كان كل سنة سيدنا النبي ضحي. بس انا عاوز اقول هنا ان الواحد لو ما عملش الاضحية وهو قادر هل يأثم شرعا؟ لا، سنة يعني تعملها تاخد ثواب، ما تعملهاش ما تاخدش الثواب وما عليكش عقاب. ده تعريف السنة. بس طالما مؤكدة بنبص حتة دي فتوى التقوى، ازاي حاجة عملها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وانا ما اعملهاش طالما ان انا قادر؟ يبقى السنة بيعملها الانسان القادر المستطيع اللي هو يقدر يشتري اقل حاجة اللي هو الماعز او المعزة زي ما بنسميها كده. فهو الانسان لو عملها، وطبعا في السياق ده لو واحد مش قادر، انا برضو عاوز ابشر الناس اللي ما عندهاش فلوس ومش قادرين يعملوا ايه، ما يتشبهوش ما يعملوش. عاوز اقول له احنا كلنا عندنا البدائل لكل شيء، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيشيل عننا. هو ذبح زي ما قلنا، ذبح كبشين املحين اخرين، الاولاني قال اللهم هذا عن محمد وال محمد، والكبش الثاني اللهم هذا عن امه محمد. امه محمد يعني الى يوم القيامه، يعني اللي ما قدرتش تذبح، يعني اللي ما معكش ما تيسرش لك الامر، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شال عنك الشيله. ودي حاجه جميله جدا عشان نرتبط اكثر بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى